حكاية النهاردة عن قضية بجد مرعبة ولازم تكون جرس إنذار لكل شاب أو شابة بيتعرف على حد من على مواقع التواصل الاجتماعي ويفتكر نفسه كبير كفاية وفاهم الدنيا فيها إيه، وبرضه مهمة لكل أب وأم ما يعرفوش حاجة عن تليفونات أولادهم حتى ولو من بعيد، أو ما يعرفوش مين أصحابهم وبيخرجوا فين وبيقابلوا مين. بعد ما تعرف حكاية النهاردة لازم تخاف وتبدأ تهتم، زي ما كل حاجة بتتطور حوالينا المجرمين كمان بيطوروا من طرقهم وأساليبهم. القضية صعب، والمشكلة إنك كل ما هتوصل لنقطة فيها وهتقول إنك فهمت اللي حصل هتلاقي نفسك تايه وتحس إن في حاجة ناقصة، وفعلا هيكون في حاجة ناقصة وهتكتشف معلومة جديدة. طبعا انتوا مش فاهمين أنا بقول إيه، بس تكمل الحلقة للآخر وهتفهم كل حاجة، وركز معايا عشان تفهم إيه اللي حصل بالظبط. يلا نبدأ حكايتنا. حكايتنا النهاردة بتبدأ في ولاية نبراسكا. اتولدت بنت جميلة اسمها سيدني لوف في أغسطس سنة 1993. سيدني كانت عايشة حياة سعيدة مع والدها جورج ومامتها سوزي، وكانت متفوقة جدا في لعبة كرة السلة وكمان في الجولف، وكانت بتلعب في فريق مدرستها، وكانت متمكنة جدا في الصيد وكان من أهم هواياتها، وفضلت على الحال ده لحد ما بقت في فترة المراهقة. وللأسف الشديد جالها حاجة زي إعوجاج في العمود الفقري، وطبعا أثر عليها جدا وبعدها عن الرياضة تماما، وكملت المدرسة الثانوية بتاعتها وكانت حالتها النفسية سيئة جدا، إنها بعد ما كانت بتلعب وبتروح وتنزل وتيجي بقت من مدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة وحبسة نفسها أغلب الوقت. والوضع ساء أكتر كمان لما خلصت الثانوية وبقى ما وراهاش حاجة غير القعدة في البيت. وفي سنة 2011 سيدني قررت إنها تسيب بيت أهلها وتنقل على بيت لوحدها تعيش فيه، وبالفعل قد كان، بس على حد تعبير أهلها إنها كانت بتمر بفترة صعبة جدا من الاكتئاب الحاد، وكانت بتحاول تخرج نفسها من الاكتئاب ده على قد ما تقدر لأنها كانت شخصية بتحب المرح والحياة جدا. فقررت سيدني قرارين، الأول إنها تجيب قطة تربيها وتسليها في البيت وكانت بتحبها جدا، وقررت كمان إنها لازم تنزل تشتغل حتى ولو حاجة بسيطة، وهو أي حاجة ترفع عن نفسها شوية وهتبقى برضو بتشوف ناس وبتتعامل مع ناس جديدة كل يوم. وبالفعل دورت على شغل ولقت شغلانة لطيفة هتقدر تقوم بيها من غير مجهود كبير مراعاة لحالتها الصحية، واشتغلت كاشير في محل قريب من البيت. سيدني كانت شاطرة جدا في شغلها وشخصية مسؤولة وملتزمة وعمرها ما تأخرت، لكن بعد سنين من الشغل بدأت تكتئب تاني وتدخل في حالة نفسية سيئة، وكانت بتشارك عيلتها دايما بأخبارها واللي هي بتمر بيه، خصوصا كمان إن حالتها الصحية بدأت تسوء أكتر، وبدأوا يدوروا لها على دكاترة كويسين عشان يحاولوا على الأقل يوقفوا التدهور الصحي اللي كانت بتمر بيه. وسط كل ده سيدني لقت تطبيق بيتحمل على الموبايل تقدر من خلاله تتكلم مع ناس جديدة وتتعرف عليهم. التطبيق ده هو تطبيق تندر، اللي ما يعرفش التطبيق ده هو عبارة عن إيه، هو تطبيق خاص بالمواعدة، يعني كل حد بينزله بيبقى بيدور على شخص تاني يرتبط بيه. نرجع بقى الموضوع، كانت سيدني طول ما هي قاعدة في البيت فاضية كانت بتقعد تقلب وتتكلم مع ناس على التطبيق ده، لحد ما لقت بروفايل بتاع بنت اسمها أودري، سنها كان 25 سنة والمفروض إنها ساكنة في مكان قريب من بيت سيدني. فسيدني دخلت تقلب شوية في البروفايل بتاع أودري وفعلا عجبها وعملت لها لايك، وبعدها بكام يوم لقيت قدري بيتكلمها، ومن وقتها بقوا صحابه بيتكلموا بالساعات مع بعض لحد ما علاقتهم بقت قوية كفاية وقرروا انهم يتقابلوا. وفي يوم 14 نوفمبر فعلا اتقابلوا لأول مرة بعد ما سيدني خلصت شغلها، وخرجوا وقعدوا يلفوا بالعربية مع بعض واتبسطوا جدا، وبعدين كل واحدة فيهم روحت بيتها. وبعدها سيدني من كتر ما هي كانت مبسوطة كلمت واحدة زميلتها في الشغل وحكت لها تفاصيل اليوم اللي قضيته مع أودري وقد إيه هي كانت مبسوطة جدا، وإنها شايفة أن أودري بتلمح لها أن ممكن يكون في حاجة بينهم تانية أكتر من الصداقة. وفي يوم 15 نوفمبر نزلت سيدني صورة ليها على صفحة بتاعتها وكتبت عليها إنها جاهزة لأول يوم للموعد. والدة سيدني اتصلت كتير بيها عشان تطمن عليها
وتعرف هي هتقابل مين ولا رايحة فين، لكن سيدني ما ردتش ومن وقتها اختفت تماما. يوم 16 نوفمبر سيدني ما راحتش للشغل على غير العادة، لأنها حرفيا ولا مرة طول السنين اللي فاتت غابت بالطريقة دي من غير ما تقول. فزمايلها خافوا لا يكون في حاجة حصلت لها، وحاولوا يتصلوا بيها كتير جدا لكن محدش كان بيرد. فلما يأسوا انهم يوصلوا لها قرروا انهم يطلبوا البوليس يروح لها البيت يطمن انها كويسة ولا في حاجة، وبالفعل قد كان. زمايلها طلبوا البوليس واللي راح فورا لبيت سيدني وخبطوا كتير جدا على الباب لكن محدش فتح، فقرروا يدخلوا بيتها من الشباك اللي كان مفتوح. بس الغريب انهم لما دخلوا بيتها ملقوش غير القطة بتاعتها بس، ولا كان عندها ولا اكل ولا مية، والانوار بتاعت البيت مفتوح والبيت مفهوش اي علامة لتكسير ولا اي شيء يدل انها مخطوفة او حصل لها حاجة. دي واحدة خرجت من بيتها بارادتها. بس الغريب برضو ان عربيتها مركونة بره. اهلها وزمايلها بدأوا يقولوا للشرطة ان مش من الطبيعي ان سيدني تخرج من غير ما تحط مية واكل لقطتها، وكمان هي شخصية منظمة جدا واستحالة تنزل وتسيب الانوار كلها مفتوحة بالشكل ده، وكمان الشباك مفتوح، ده غير انها ما بتتحركش اساسا من غير عربيتها بسبب تعبها. وكمان بدأوا يقولوا للشرطة ان اخر صورة سيدني نزلتها على سناب شات كانت كاتبة عليها انها رايحة اول موعد غرامي ليها، وساعتها طبعا البوليس بدأ يشك ان كده ممكن يكون حد عمل لها حاجة. في نفس الوقت ده اهل سيدني عملوا صفحة على الفيسبوك وسموا الصفحة البحث عن سيدني، وكانوا بينزلوا عليها صورها وبيطلبوا من الناس ان اي حد يشوفها في اي مكان يبلغ على طول. الموضوع كبر جدا وناس كتير اتفاعلت معاهم لدرجة انها كانت من اكبر الحملات على السوشيال ميديا وقتها، وبسبب الحملة دي وصل الموضوع للإف بي آي، اتدخلوا وتولوا هم القضية وفتحوا الموقع بتاع تليفونها وعرفوا منه إنها كانت منزلة تطبيق تندر للمواعدة وبتكلم بنت اسمها أودري، ومن الواضح من المحادثة إن كان ما بينهم علاقة قوية وإنهم كانوا بيكلموا بعض بالساعات وبيخرجوا مع بعض. ولقوا كمان إن آخر رسالة جت على تليفون سيدني كانت مبعوثة من مكان اسمه ويلبر، والمكان ده بيبعد عن بيت سيدني بـ40 ميل بالظبط. الموقع كان دقيق جداً لدرجة انه كان جايب البيت نفسه اللي اتبعتت منه الرسالة، وبعد شوية تحقيقات عن البيت والناس اللي ساكنة فيه البوليس كان متأكد ان اكيد البنت جرى لها حاجة، وبدأ البوليس ينشر صورة سيدني في كل مكان ومكتوب على الصورة ان البنت دي اختفت بعد ما راحت تقابل شخص غريب، لو حد عنده اي معلومة ياريت يبلغ. وبدأ كمان الاعلام يتكلم عن سيدني واختفائها، وبدأوا يستضيفوا اهلها في التلفزيون، واللي كانوا بيطلبوا من الناس ان اي حد لو عنده معلومة مهما كانت بسيطة يبلغ عشان يقدروا يوصلوا لبنته. This is KMTV 3 News Now. A Lincoln woman, 24-year-old Sydney Louf, posts on social media she's ready for her date, then disappears. Thank you for all of your prayers. And in my opinion, someone knows something. Please do the right thing. Sydney Louf's family reported her missing in mid-November after she posted on Snapchat on the 15th that she was about to go on a date. Louf's family and friends then started flooding social media with her picture, asking the public for any information on her whereabouts. الشرطة لما راحت البيت اللي كان الموقع محدده ما لقيتش اي دليل لاي حاجة، ولقيت واحدة ست ساكنة ما اسمهاش أودري وما عرفوش يوصلوا لحاجة اساسا، ولا حتى عرفوا يوصلوا للبنت اللي اسمها أودري من التطبيق. بس كان في بنت صديقة لسيدني اسمها بروكلين، واللي هي غيرت مسار القضية تماما. بروكلين قررت انها تساعد الشرطة اللي مش عارفين يجيبوا دليل على اي حاجة، وحملت تطبيق تندر وقعدت بالساعات لحد ما وصلت لها وعملت لها لايك، ومفيش ساعات بسيطة أودري هي كمان عملت لبروكلين لايك، وبدأوا يتكلموا مع بعض لحد ما بروكلين طلبت رقم أودري، قال يعني عشان يتواصلوا أسهل مع بعض. وبالفعل أودري بعتت لها الرقم، وأول ما بروكلين خدته اتصلت بيها ووجهتها وقالت لها إنك أنت كنت مع سيدني في آخر يوم قبل ما تختفي بالظبط. ردت أودري وقالت ده حقيقي، بس بعد ما قضينا وقت مع بعض أنا وصلتها عند بيت واحدة صديقتها، من ساعتها معرفش عنها حاجة. راحت بروكلين جري على البوليس وورته رقم أودري وسمعته اعترافها إنها كانت آخر حد مع سيدني، وبكده يبقى في دليل يخلي البوليس يبدأ يدور من تاني. البوليس أخذ الرقم، والمفاجأة إنهم اكتشفوا إن أودري دي ملهاش وجود أساسا، وما فيش حد أصلا اسمه أودري، وإن الرقم ده
بتاع شخص تاني اسمه بيلي بوزويل. والأغرب بقى من كل ده إن بيلي دي هي نفس البنت اللي صورتها على البروفايل اللي اسمه أودري، لكن ما اسمهاش أودري ولا حاجة، اسمها بيلي بوزويل. لما دوروا قعدوا يحققوا حوالين تحركات بيلي، اكتشفوا إن آخر مكان هي كانت موجودة فيه كانت مع شخص تاني اسمه أوبري تريل، نفس كلمة أودري بس بدل الدي حرف بي، وكانوا قاعدين مع بعض في ويلبر. وما الشرطة كشفت عن تاريخهم لقوا إن لهم سوابق عنف وسرقة، وإن بيلي أبوها مات مقتول، وإن بيلي أيامها كانت في الثانوية تصرفاتها كلها كانت غلط ووصلتها إنها تبقى على علاقة بأوبري، وأوبري نفسه عنده سوابق نصب واحتيال وعنف كتير جدا. والمصيبة الأكبر إنه زعيم طائفة من اللي بيعبدوا الشيطان، واسم الجماعة بتاعته The Sugar Daddy Vampire، وبيلي كانت واخدة لقب The Witch اللي هي تاني حد على طول بعد الزعيم. طبعا معروف الجماعات دي بتعمل ايه بالظبط، وانا كنت عامله حلقه كامله عن طقوسهم وبيعملوا ايه، وهسيب لك اللينك عشان لو حابب تشوف الحلقه دي. وحابه اعرفكم شويه معلومات في السريع عن اوبري. اوبري اتربى في فقر شديد جدا، وهو صغير عمره سنتين والده ووالدته كانوا بيعذبوه وبيضربوه لدرجه انه اتنقل اقامته لجده وقعد فتره معاه، وبعدها رجع تاني لمامته وكانت انفصلت عن والده واتجوزت واحد تاني، وبرده كانوا الاثنين بيقعدوا يعذبوه مع بعض. وبعدها اتربى ما بين الملاجئ والأحداث وعمل جرائم سطو مسلح وهو في سن المراهقة. نرجع بقى لموضوع حلقات. بما ان أوربي هو الزعيم فمعروف انه بيعمل علاقات جنسية كتير جدا، وكلها بتبقى مش علاقات عادية، كلها بيبقى عنف، ومفيش اي واحدة من الستات اللي في الطائفة مسموح لها انها تعمل اي علاقة تانية مع اي رجل تاني غير أوبري وبس. وكان أوبري بيصرف عليهم وبيديهم مبالغ مادية لحد ما أوبري طلب منهم انهم يقتلوا، ووقتها ستات كتير خافوا وبدأوا يهربوا من الطائفة على عكس بيلي واللي كان عاجبها الموضوع جدا وكانت بتجيب له ستات تانية. الشرطة رجعوا تاني للبيت اللي كان مبعوت منه آخر رسالة لسيدني على تليفونها، واللي هو كان بيت بيلي بوزويل. البيت كان نظيف مفهوش أي حاجة غريبة ما عدا حاجة واحدة بس، وهي إن البيت خارج منه ريحة كلور قوية جدا. في العادي كان ممكن الموضوع يعدي، ناس بينظفوا بيتهم، بس بعد التاريخ الإجرامي اللي عرفوه عن الناس دي لازم يشكوا إن في حاجة مش طبيعية، وبدأوا يفرغوا الكاميرات حوالين المكان لحد ما الكاميرات جابت إن يوم 14 نوفمبر بيلي وأوبري كانوا قاعدين في أوتيل قريب جدا من بيت سيدني. وتاني يوم اللي هو يوم 15 نوفمبر اللي سيدني اختفت فيه، الكاميرات جايبة بيلي وأوبري إنهم راحوا محل بيع أدوات بناء واشتروا منه منشار كبير وسكينة كبيرة وكياس زبالة وسبعة لتر من الكلور. يعني غريب والله، الراجل اللي بعلهم الحاجات دي زي ما شكش فيهم، ده كان ناقص يقولوله إنهم رايحين يقتلوا. الشرطة طبعا طلعت بلاغ بالقبض عليهم وإنهم مطلوبين للتحقيق. الغريب بقى هنا إن أوبري وبيلي ما هربوش مثلا ولا راحوا يسلموا نفسهم، لا عملوا حاجة غريبة فعلا. Audrey on Tinder and a few other names is about Sydney. I guess I just want the family to know that I'm truly sorry and I didn't have anything to do with this, and I hope that Sydney is found very soon. She is a sweet, amazing girl. There's nothing I can do about that. There's nothing she can do about that. زي ما انتم شفتوا طلعوا في فيديو بينفوا ان لهم علاقة من بعيد او من قريب باختفاء سيدني، وكمان بيتمنوا ان اهلها يلاقوها في القريب العاجل. وبعدها طلع أوبري فيديو تاني. Hi folks, Aubrey Trail here. You pretty much blatantly said that we murdered this girl. You blatantly said that we've sold her into some kind of trafficking. This is just, it's ridiculous. It's ludicrous. وفي آخر شهر نوفمبر البوليس قبض على بيلي وأوبري لأن كان عليهم كمان قواضي نصب واحتيال كتير، ولقوا في أوضتهم خيمة وأكياس نوم وخرايط وخطة متكاملة للهروب على المكسيك. وفي يوم 4 ديسمبر 2017 البوليس قدر يوصل لسيدني. البوليس لقى أكتر من 30 كيس زبالة أسود مليانين قطع من جسم بني أدمين، وجوه الأكياس دي كان فيها لعب جنسية زي الكلبشات وطوق كلب وكرباج، كل الحاجات دي، وزود عليهم بقى أسلاك كهرباء. وكل الحاجات دي لقوها في شمال إدجر في نبراسكا، والمكان ده على بعد ساعة بالظبط من ويلبر. على الرغم من إن البوليس لقى كل الأدلة دي إلا إن بيلي وأوبري كانوا بينكروا تماماً إن لهم أي صلة بموضوع اختفاء سيدني، وكان البوليس متحافظ عليهم في السجن والتحقيقات شغالة. التحقيقات
فضلت شغالة حوالي شهرين لحد ما أوبري وبيلي بدأوا يتلخبطوا في الكلام، وبدأ كل واحد منهم يقول كلام مختلف، لحد ما اعترف أوبري وقال إنهم كانوا بيعذبوها خلال العلاقة الجنسية، وقال إنه خنقها وماتت منه، وبعدها بدأ ينكر تاني ويقول إنها ماتت لوحدها من كتر التعذيب وشوية، ويقول إن بيلي كانت معاه في كل ده، وبعدها قال إن بيلي بريئة، وآخر ما زهق قال لهم إن هو اللي قتلها. ويوم المحاكمة أوبري حاول يذبح نفسه، بس الآلة اللي استعملها ما كانتش حادة بما فيه الكفاية، وودوه المستشفى وما ماتش. وفي يونيو 2021 اتحكم عليه بالإعدام بالحق. أما بيلي في محاكمتها طولت شوية، لأن المحكمة كانت شايفة إن أوبري كان بيستغلها وبيأذيها نفسيا وجنسيا، وكان بيهددها، خصوصا كمان إن كان عندها بنت، وكان بيهددها إنه هيقتلها بنتها وهيأذي عيلتها. بيلي كانت منهارة وهي بتقول الكلام ده، لكن المحكمة ما تعطفتش معاها، لأن أكيد مش كل حد هيتهدد هيروح يشارك في جريمة مهما كانت، وحكمت عليها بالسجن مدى الحياة. دي كانت حكاية النهاردة. لو عجبتك اعمل لايك، ومستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في حكاية جديدة من حكاوي تيل. أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.